ما نامتش ليلتها وفضلت صاحية بتفكر في يومها الجديد وبتحلم هتعمل ايه في اول يوم دراسة بعد ما جهزت شنطتها وهدومها واصبح كل شيء جاهز عشان لما تصحى بدري ما تتأخرش على مدرستها. ما كانتش عارفة انها ليلتها الاخيرة في الحياة، ما كانتش عارفة ان نهايتها هتكون في مدرستها اللي فضلت طول الليل تحلم بيها. ميم 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 شهيدة اول يوم دراسي، ايه قصتها؟ وزارة التربية والتعليم ومحافظة الجيزة نعوا طالبة مدرسة المعتمدية بكرداسة في بيانات رسمية، ولكن حال أسرتها كان أصعب من تقبل بيانات رسمية أو عزاء. فرحتهم بدخول بنتهم الجميلة سنة دراسية جديدة وإن البنوتة كبرت تحول إلى صرادق لتلقي العزاء فيها بعد ما رجعت ليهم مفيش فيها نفس ولا حياة. مديرية التعليم بالجيزة قالت إن الواقعة حصلت بسبب انهيار في طرابزين سلم الدور الأرضي، وده تسبب في انهيار سور خرساني وبالتالي وفاة البنت وإصابة 15 من زميلتها. وفي محاولة من وزير التعليم عشان يواسي عيلتها بعد الصدمة الكبيرة فقرر يصرف دعم مالي قدره 100,000 جنيه لأسرة الطالبة المتوفاة. وبعيدا عن بيانات وزارة التربية والتعليم، بيان النيابة العامة جاء موضح كل الأمور وتفاصيل الواقع، فأكد وقعة انهيار السور الخرساني وإن الواقع حدثت عقب الانتهاء من الفسحة بالمدرسة. البيان وضح كمان إنه خلال طلوع الطالبات للفصل حصل تدافع على درج سلم الدور الثاني، فده أدى لانهيار جزء من السور الخرساني للدرج. والنيابة قالت كمان في بيانها إن الانهيار كان حوالي مترين، فكان سبب في إصابة طالبات المدرسة ونقلهم للمستشفى. والنيابة أكدت كمان إنها هتكمل التحقيق وإنها هتعلن التفاصيل بعد نهاية التحقيقات ومعرفة إزاي حدث التدافع وتهدم السور. وزارة التربية والتعليم طلعت قرار عاجل بعد الحادث على طول وحولت مدير الإدارة التعليمية ومدير المدرسة والمشرفين على المبنى للتحقيق لمعاقبة من يثبت مسؤوليته عن الواقع، ده جنب تحقيقات النيابة العامة لتحديد المسؤولية الجنائية. وفي محاولة من الوزير عشان ما يتكررش تاني وللحفاظ على حياة الطلاب، أعطى تعليماته لهيئة الأبنية التعليمية بعمل مراجعة مرة تانية لجميع المباني المدرسية للتأكد من سلامتها وأمنها في كل محافظات الجمهورية. قرارات الوزير ما وقفتش هنا بس، ده كمان طلب من جميع مديري المديريات التعليمية عمل لجنة هندسية للتأكد من سلامة جميع مباني المدارس، ونبه عليهم بإرسال هذه التقارير للوزارة في أسرع وقت ممكن. كل دي إجراءات ورا بعضها أخذها الوزير لمنع تكرار الواقعة دي والحفاظ على حياة الطلاب اللي بدأوا يومهم متفائلين بمستقبل جميل مع أول يوم دراسة، لكن نهاية اليوم كانت حزينة مع فقد زميلة ليهم حياتها في المدرسة اللي كانت بتحلم بيها طول الليل ومستنية بفارغ الصبر تقابل زمايلها ومدرسيها.